السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في حصة اليوم. اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على leçon A et leçon A. leçon A et leçon A. فلنبدأ على بركة الله. فأولا leçon A on peut l'écrire de plusieurs manières. يعني ممكن نكتبوه بطرق متعددة. alors ممكن نكتبوه بE accent aigu. E accent aigu E, ER, EZ. Alors, il y a E accent aigu ou E accent E ou ER ou EZ. Ça دائماً كان تقوهم بE. E. D'accord. الآن مروا E accent aigu ou E. Alors, بالنسبة لE ممكن تكون في أول كلمة بحال école. École. ممكن تكون وسط الكلمة بحال vélo, vélo, ou في آخر الكلمة مثل café, café, école, vélo, café, E, école, V, vélo, café, E, café. D'accord, fa école هي مدرسة, vélo دراجة هوائية, café هي القهوة. فE accent aigu كنقراوها E. الآن نمرو لE accent aigu E. كنقراوها أيضا E. فنشوفو دي زيكزومبل أو أمثلة. فعندنا أني أني E أني بوبي 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 E لو سون E بوبي. وعندنا أيضا épée, épée, épée. D'accord, on a aidé à le son E. Alors, année, année, sana, poupée, dumia, épée, une épée ou safe. L'un d'aklo, l'ER, l'aïda kan krawhab E, le son E. Nous chauffons des exemples. Alors, on a manger. Manger, le verbe manger. Anna Aydan, jardinier, jardinier. Et on a aussi cahier, cahier. Alors, بالنسبة ER, souvent, qu'est-ce qu'on fait les verbes du premier groupe. Il y a أفعال نتاع المجموعة الأولى دائما كينتهيو بER. Donc, on trouve E, manger, fermer. Bouger, chanter, danser. Donc, d'aïman, les verbes du premier groupe qui interviennent au ER, les kentrohab E. Anna Aydan, jardinier, jardinier, les hua mitié ou mihna, jardinier. Et on a aussi cahier, cahier, diftar, cahier. L'an, n'taklo l'EZ, les aïdan kentrohab E, le son E. Nous chauffons des exemples. Alors, on a né, né. On a aussi chez, chez. Et écoutez, écoutez. Alors, né, le nez, l'enf, né. Ok, on a eux, c'est très bien. Et né, le nez, on a eu l'enf. Chez, chez, et chez. كتعني عند شي. ايكوتي هنا لو فيرب ايكوتي صرفناه مع فو دونك في بريزون كيعطينا فو زيكوتي داكور دونك توجور زيد كنقراوها اي فو زيكوتي ايكوتي داكور دونك هذا بالنسبه لو سون اي لو سون اي والان نمروا لو سون اي دونك اللي غتلاحظوا في لو سون اي فلا بوش كيكون شوية مجموع يعني الفم نتاعنا كنجمعو كنقولو اي بالنسبة لو سون اي فلا بوش كيكون اوفرت كيكون محلول دونك كنقولو اي اي فبالنسبة لو سون اي اون بو ليكريغ دو بلوزيوغ مانيير يعني ممكن نكتبو بطرق متعددة اللي هما او اكسون غراف او اكسون سيركونفليكس اي او اي ou aïdan e plus deux consonnes. Alors, le son e,
ممكن نكتبوه ب او اكسون غراف كنقراوها اي او اكسون سيركونفليكس ايضا كنقراوها اي اي او ا اي اكسون سيركونفليكس كنقراوهم ايضا اي او اي او او بلس دو كونسون فهنا الى عندي او وتابعها دو كونسون يعني جوج نتاع لي كونسون ف كنقراوها اي من بعد غنشرح لكم مزيان او بلس دو كونسون الوغ الان نشوفو او اكسون غراف اللي هي اي عندنا مير مير عندنا ايضا راجل راجل اي فخير فخير الوغ شنو كتلاحظوا فهنا قلنا مير دونك لا بوش كيف قلت حليناه يعني الفم نتاعنا فتحناه شويه فقلنا مير مير داكوغ دونك مير هي ام راجل راجل مسطره فخير فخير هو اخ فلو فخير هو الاخ داكوغ دونك عندنا او اكسون غراف كنقراوها اي اي الان مروا الاو افيك اكسون سيركونفليكس الوغ نشوفو دي زيكزامبل او امثله هنا فوري 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 ري فوري عندنا ايضا سيت سيت اي اون اوسي ريف ريف داكور دونك او اكسون سيركونفليكس كنقراوها اي forêt rêve fête حفل rêve حلم الان مروا الاي او ا اي avec accent circonflexe نشوفوا des exemples او امثله alors عندنا maison 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 عندنا ايضا fraise fraise une fraise et maître 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 alors les cas لاحظوا انه اي كنقراوها اي maison fraise maître alors بالنسبه للmaison هي منزل fraise فراوله و le maître هو المعلم الان نمروا للاو اي اللي ايضا كنقراوها ب اي le son اي نشوفو دي زيكزامبل رين رين نيج نيج سيز سيز الوغ رين رين كتعني ملكة نيج نيج لا نيج هو تلج اي بالنسبه لسيز هو رقم 16 الوغ اللي كنلاحظوا هو او اي قريناها بلو سون اي داكور الان نمروا او بلس دو كونسون الوغ الى عندي شي كلمه فيها او وكيتبعها مباشره دو كونسون كنعرفوا لي كونسون لي فوايل ديجا تعرفنا عليهم فقلنا لي فوايل هما ا او اي او U, Y. Donc, هادو هما لي فوايل وما تبقى فهما لي كونسون. Alors, إلا عندي E تابعها دو كونسون فكنقراوها A. نشوفو دي زيكزومبل باش نفهمو مزيان. Alors, عندنا بيل. بيل. قلنا E plus دو كونسون. هاهما عندي L. L. دو L. Donc, دو كونسون فا E اللي قبل منهم غنقراها A. بيل. بيل ليكزامبل الثاني عندي فيست فيست الوغ عندي او تبعها دو كونسون اللي هما اس و تي دونك او اللي قبل منهم غتكون غنقوها ب اي فيست وعندنا ايضا تير تير او بلس دو كونسون كنقراوها اي بيل فيست تير الوغ بالنسبه لبيل كتعني جميله فيست هي لا فيست سوترا و تير هي الارض لا تير هي الارض
نتمنى يكون واضح لكم. والان نمر نقراو بعض الكلمات اللي كيتضمنوا لو سون اي اي لو سون اي. الوغ عندنا اي ليف اي ليف، دونك اللي بالاحمر هو لو سون اي واللي بالاخضر او لو فيغ هو لو سون اي. الوغ اي ليف، فقلنا لا لت فقلنا او افيك اكسون ايغو كنقراوها اي و او افيك اكسون غراف كنقراوها اي. إليف إليف تلميذ، إليف هو تلميذ. ميتريس ميتريس، ألوغ قلنا أي كنقراوها إي مي تريس، وقلنا أيضا أو إلا كان تبعها دو كونسون كنقراوها إي ميتريس ميتريس، فميتريس هي معلمة. ريبوندي ريبوندي، alors هنا ري ري لو سون اي ريبوندي لو سون اي ايضا اوزيت كنقراوها ب اي ريبوندي، فهنا سي لو فيرب ريبوندر ريبوندي اجيبو. ليبرتي ليبرتي، alors قلنا او الى تبعها دو كونسون كنقراوها اي ليبي ليبرتي تي اي داكوغ ليبرتي. بالنسبه ليبرتي هي الحريه، لا ليبرتي هي الحريه. الان عندنا فير فير اي في دونك لو سون اي فير، دونك قلنا اي كنقراوها اي فير سي لو فيرب فير او الفعل يقوم. Été été، فقلنا e accent aigu كنقراوها e été été هو صيف، فصل الصيف هو l'été. Fenêtre fenêtre fenêtre، فقلنا دائما e accent e avec accent circonflexe كنقراوها e fenêtre fenêtre، donc la fenêtre هي النافذة. Pompier pompier pompier، donc er قلنا كنقراوها e pompier، ف لو pompier هو رجل اطفاء. Baleine baleine، donc e i قريناها ب e baleine la baleine. ف وصلنا لنهاية الحصة، نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتعلمتوا لو سون اي اي لو سون اي وما تخلطوش بيناتهم في النطق. فنتمنى هذا الدرس تشاركوه مع اصدقائكم واحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة، وما تنساوش لايك او جيم الفيديو فهذا كيشجعني، واشتركوا في القناة اللي ما كنتوش مشتركين من قبل، ونتلاقاو في الحصة المقبلة ان شاء الله.